بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الإخوة في الدرس الجديد من سلسلة دروس لغة البرمجة جافا، وغنستمروا في الشهر ديال لي فيشيي. واليوم غنديروا كيفاش نقراو أن فيشيي باستعمال جافا، كيفاش تقرا المحتوى ديال أن فيشيي باستعمال جافا. فدرنا لا كرياسيون ودرنا ليكريتور، اليوم لا ليكتور إن شاء الله. فكتلاحظوا أني كرييت أون كلاس سميتها ليكتور فيشيي وفيها لا ميثود مين، وكريت ان فيشي هنا وكتفي هاد لي 3 لين. بونجور يوتيوب، جافا اي فاسيل افيك ان بو دو ترافاي. الوغ غنحاولو نقراو هاد المحتوى ديال الفيشي باستعمال هاد لا كلاس هادي. كاينين بزاف ديال لي ميثود باش تقرا ان فيشي في جافا، فكما كاينين بزاف ديال لي ميثود باش تكتب، كاينين بزاف ديال لي ميثود باش تقرا. الوغ انا غنستعمل واحد لا ميثود وكنعتبرها لا بلو سامبل، هي ماشي اقوى وحده ولكن لا بلو سامبل كدرس للمبتدئين. فهذه هي الميثود اللي كنصح بانها تتعلم في الاول. اش غنستعملو؟ غنستعملو ان سول اوبجي اللي هو لوبجي سكانر. لوبجي سكانر ديجا درناه في البادي ديال لي كود، كنستعملوه على ود لانتيراكسيون مع ليتيزاتور. الى ليتيزاتور بغا يكتب لك شي حاجه في لا كونسول وبغيتي تقراها كتستعمل لوبجي سكانر. الوغ بامكاننا نستعملو لوبجي سكانر باش نقراو حتى من لي فيشي ماشي غير من لا كونسول. فهادشي اللي غنديرو اليوم. دونك اول حاجه خصني نكري ان فيشي، اذا غنستعمل لا كلاس فايل كما درنا المره اللي فاتت. دونك فايل فيشي ايغالا نيو فايل، وهنا كنحط ليه لو شومان ديال الفيشي. فراني كرييت واحد الفيشي في لو ميم دوسي ديالي، اذا ما نحتاجش ندير ان شومان، ندير غير لو نون ديالو. فاني فيشي بوان تي اكس تي بوان فيرغول. ونجي نكري ان اوبجي من لا كلاس سكانر. سكانر سكان ايغالا نيو سكانر. الوغ من قبل كنا كنديرو هنايا في الكونستركتور ديال سكانر كنا كنديرو سيستيم بوان ان. علاش كنا كنديرو سيستيم بوان ان؟ لان غنقرا من لا كونسول. الوغ اليوم ما غنقراوش من كونسول، فغنقرا من ان فيشي. فاش كندير هنا لو نون ديال الفيشي اللي باغي نقرا منه اللي هو فيشي، هو لوبجي اللي كريين عاد الفوق. مزيان، والت اونتري باش نامبورتي سكانر. فكتلاحظو كيدير ليا اون ايغور، وخصكم تكونوا بديتو كتعودوا على هاد لي زيرو. علاش كيدير ليا اون ايغور هنا؟ لان محتمل لما نبغي نقرا من ان فيشي يطرا اون ايغور، يمكن ما يلقاش الفيشي، يمكن يبغي يقرا منه ويطرا شي اشكال، وانا ما جريتش ديك ليغور. فباش نجيريها غنستعمل تراي كاتش، غير ما غنديرهاش دابا. عقلوا معايا دابا، نرجع لهاد ليغور هادي، غنحط الكود كامل وسط تراي كاتش. دابا اذا بغيت نقرا من هاد الفيشي هذا شنو ندير؟ فغنستعمل داك لوبجي سكان، ولكن غير خصني نخزن داك المحتوى اللي كاين في الفيشي في اون فاريابل. الوغ الفيشي اش فيه؟ فيه دي شين دو كاركتير. فخصني نكريي اون فاريابل دو تيب شين دو كاركتير، دونك سترينغ ونسميه تكست، وغنستعمل لوبجي سكان. دونك غادي سكان بوان، وهنا كيبانو لي ميثود اللي كاينين في داك لوبجي. فغنستعمل اون ميثود سميتها نيكست لاين. هاد لا ميثود نيكست لاين اش كدير ليا؟ كتافيشي ليا اون لين من هاد الفيشي ديالي. إذا درنا نيكست لاين كوم سا، فهاد لا فاريابل تكست راه فيها لا لين الأولى اللي هي بونجور يوتيوب هنايا. إذا دابا غندير ديك تراي كاتش باش نحيد هاد ليغور. فغندير تراي ونشد هادشي كامل، نخشيه وسط تراي ونجي هنا وندير كاتش، وفي البارامتر كتاخد اكسبسيون نسميه او، وندير هنا او بوان برينت ستاك تراس اللي كنديرو دايما. قلنا باش كافيشي لك لي ديتاي ديال ليغور ديالك، الا حصلت اون ايغور هاد اي بوان برينت ستاك ترايس كتافيشي لك لي ديتاي ديال داك ليغور. فدابا البروغرام ديالنا ما بقى فيه حتى ايغور، و تكست لا فاريابل تكست راه فيها لا لين الاولى في الفيشي ديال اللي هي دي بونجور يوتيوب، ولكن مازال ما افيشيتهاش دابا. ها هو لو وقفت فوق تكست اش كيقول لك؟ فاريابل تكست از نوت يوزد، يعني راك ما مستعملهاش. ها انت خزنتي فيها شي حاجه ولكن ما استعملتيهاش في الكود ديالك. فغنجي هنا وندير سيستيم بوان اوت بوان برينت الين، وسط هنا ندير لي افيشي ليا لو تكست ونخدم البروغرام. اش كتلاحظوا؟ ها هو افيشي ليا بونجور يوتيوب، يعني افيشي ليا لا لين الاولى. هذا اذا الا بغيتي تافيشي اون لين من الفيشي ديالك كتستعمل هاد لا ميثود هادي نيكست لاين. الا بغيتي تافيشي غير الكلمه الاولى فغنحيد لاين نيكست، غنستعمل لا ميثود نيكست نخدم البروغرام. اش كتلاحظوا كافيشي ليا بونجور؟ اذا افيشي ليا غير الكلمه الاولى. مزيان، نرجع دابا نيكست لاين.
ايوا ولكن تقول لي ولا بغيت نقرا الفيشي كامل، انا ما بغيتش نقرا غير لين الاولى، بغيت نقرا لين يبقى يقرا لي الفيشي تيسالي القرايه ديالو كامل. الوغ هنا كتستعمل اون بوكل، علاش؟ لان بغيتي تبقى تغيبيتي واحد الحاجه، لو قلنا فاش كتكون لا ريبيتيسيون تكرار خصك تستعمل اون بوكل. فغنجي هنايا وندير اون بوكل وايل، وايل وغنستعمل لوبجي سكان بوان، ونستعمل اون ميثود سميتها هاز نيكست لاين. هاد لا ميثود هاز نيكست لاين كتقول لي واش باقي شي سطر في الفيشي، يعني واش مازال ما ساليتيش الفيشي ديالك. مازال ما ساليتيش الفيشي ديالك، هاد الكونديسيون راه باقا متحققه. فغندخل وسط لا كولات ديالها ونزل الكود كامل ونحطه هنا. يعني اش بغيتو يدير؟ ما حد باقي ليا شي سطر في الفيشي ديالي، بغيت داك السطر يتخزن في لا فاريابل تكست ويتافيشا ليا. ايوا نخدم دابا البروغرام، اش كتلاحظوا؟ ها هو افيشاي السطر الاول نزل، افيشاي السطر الثاني نزل، افيشاي السطر الثالث، اذا افيشاي المحتوى ديال الفيشي ديالي كامل. نعاود نشرح علاش كي درنا ليها هاد لا ميثود هاز نيكست لاين. كتعطيك ترو ولا فولس، ترو الا كان باقي في الفيشي ديالك شي سطر، وفولس الا كان انتهى المحتوى ديال الفيشي ديالك، الفيشي ديالك ما بقى فيه حتى سطر. مزيان، اذا اش كنقول ليه هنا؟ كنقول ليه ما حد، هذه كتعطيني ترو، يعني ما حد ترو دخل دير ليا هاد الخدمه هادي. اون فوا الفيشي ديالي تقادا وما بقى فيه حتى سطر غيخرج من البوكل وايل. ايوا اش كندير لي فاش كندخل البوكل وايل؟ كنستعمل لا ميثود نيكست لاين اللي كتعطيني المحتوى ديال سطر واحد، وكنشدو كنخزنو في اون فاريابل دو تيب شين دو كاركتير سميتها تكست، كنخزن فيها لا لين زيد ونافيشي ديك لا لين. اذا في الاول غيجي غيشوف واش باقي اون لين في الفيشي ديالي. نعم ها هي كاينه اون لين سميتها بونجور يوتيوب. فكيجي هاد الكونديسيون متحققه ياك، كيدخل كيخزن ديك لا لين فهاد لا فاريابل تكست وي افيشيها. يجي هنايا واش باقي شي سطر اخر في الفيشي ديالي؟ نعم ها هو، كيدخل لوسط البوكل كيخزن ديك لا لين في لا فاريابل تكست وي افيشيها. يجي يقلب واش باقي اون اوتر لين في الفيشي ديالي؟ نعم ها هي. اذا غيدخل لداخل يخزن ديك لا لين في لا فاريابل تكست وي افيشيها. يجي يقلب واش باقي اون اوتر لين؟ الا ما بقى حتى لين في هذاك، فكيخرج من لا بوكل واي. اذا حنا افيشينا المحتوى ديال الفيشي ديالنا كامل. اذا كنتمنى مساء تكون واضحه، راه باقيين دوطخ ميثود في هاد لوبجي سكان، ولكن حنا دابا استعملنا جوج ديال لا ميثود، لا ميثود هاز نيكست لاين ولا ميثود نيكست لاين. الو كاينين دوطخ ميثود يمكن لك تجربهم. كاينه لا ميثود نيكست اللي وريتكم قبيله، الا حيدنا لاين من هنايا وبقيت كان وجربت البروغرام اش كتلاحظوا؟ ها هو كيدير ليا كل كلمه ويرجع للسطر، يعني راه افيشا ليا الفيشي ديالي كامل ولكن كلمه بكلمه. راه فانت كتشوف شنو باغي، كي باغي تقرا داك الفيشي ديالك. الا بغيتي تقراه هكا كلمه بكلمه ديرها، بغيتي تقرا سطر بسطر فغدير هنا لاين، بغيتي كان الفيشي ديالك فيه مثلا دي زونتي فغدير ليه هنا نيكس انت. كاينه اون ميثود سميتها نيكس انت، كاينه ليغور ان انا حاط ليه سترينغ فغندير هنا انت. ولكن الاشكال دابا انه الى جا الفيشي غيلقى فيه محتوى دو تيب سترينغ، وانت داير ليه هنا انت. فغنجي للفيشي ديالي وغنبدو مثلا 1 2 4 5 6 4 8 6 3، غندير ليه دي زونتي ونخدم البروغرام. شو لاحظتوا؟ ها هو كافيشي ليا دي زونتي دابا. اذا وكاين اون ميثود على كل تيب، لا بغيتي تافيشي ان اونتي غتستعمل نيكس انت، بغيتي تافيشي ان فلوت غتستعمل نيكس فلوت، بغيتي تافيشي ان دوبل غتستعمل نيكست دوبل، بغيتي تافيشي اون شين دو كاركتر غتستعمل نيكست لاين كيما درنا في الاول. واضحة؟ هادو كاينين بزاف ديال لي ميثود، حاول تقعد تجربهم. جرب هاكا كيتعلم واحد البروغراماسيون، بقا تجرب وطيح في اون ايغور وحاول تحلها براسك وكدا، هاكا كتعلم كثر من انك تصنت وتطبق مباشرة. هادو كنتمنى الشرح يكون واضح. احنا تعلمنا كيفاش نقراو من ان فيشيي، وتعلمنا كيلكو ميثود، منهم هاد لا ميثود هاز نيكست لاين، ومنها نيكست انت نيكست لاين اكسيتيرا. نشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي، وغنحاول ان شاء الله في فيديوهات جايه ندير دي زيكزيرسيس في لي فيشي. انا ما كنبغيش انا نبقى ندير غير لي كور، كتلاحظوا في السلسله ديالي كاينين وصلنا دابا ل 42 ولكن العدد فيديوهات اكثر من 60، لان كاينين دي زيكزيرسيس كنبغي ديما لا براتيك. حاول تفهم الكود ولكن براتيكي. فغنحاول نقلب على دي زيكزيرسيس في لي فيشي باش نطبقوا هادشي اللي تعلمنا ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو الجاي.
وما تنساوش تابوناو والبارطاج والجيم، واللي عنده شي نقد ولا شي حاجة على الجودة ديال لي فيديو ولا على الطريقة ديال الشرح يخليها ليا في الكومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله.